بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم رفي من الجزائر. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة خبراء الويب ربح من الإنترنت. إذا في شرح اليوم إن شاء الله سوف نتعرض إلى موقع، في الحقيقة هو موقع رائع وجميل جدا. الموقع نستطيع الاستفادة منه أو الربح منه عن طريق، يعني الاستفادة منه عن طريق طريقتين أو بطريقتين. الموقع بدون إطالة، سوف تضغط على الرابط أدناه، سوف يقوم بتوجيهك مباشرة، أو تكتب bestchange.com. bestchange.com ها هو الموقع، bestchange.com، أو تضغط مباشرة على الرابط أسفل الفيديو فقط. سوف نذهب إلى هذا الموقع، ها هي واجهة الموقع. هذا الموقع في الحقيقة مبدأ عمله حقيقة هو يعني يقوم بعرض أحسن العروض فيما يخص التحويلات بين البنوك الإلكترونية. مثلا لديك باي بال وتريد تحويله إلى بيرفكت موني، أو لديك مثلا دولارات في بيزا تريد تحويلها إلى بيتكوين أو سكريل. إذا هذا الموقع يوفر لك أحسن العروض من الشركات يعني التي تقوم بالتحويل بين العملات. إذا بدون إطالة، الطريقة الأولى للاستفادة من هذا الموقع هي عن طريق التحويل الإلكتروني. سنقوم مثلا إذا كان لديك بيرفكت موني، دولارات في بيرفكت موني، وتريد تحويلها مثلا إلى بيزا مثلا، سيقوم ب عرض أحسن العروض للشركات. ها هي جميع الشركات التي تقوم بالتحويل، وأفضل العروض سوف تجدها في المراتب الأولى. مثلا شركة نت إكس تقوم بتحويل، سوف تحصل على 1 بيزا مقابل 0.99 بيرفكت موني. بالمقابل الشركات مثلا سوليد تشينجر سوف تدفع 1.06 بيرفكت موني مقابل 1 دولار بيزا. إذا هنا سوف يعجبني هذا العرض، مثلا سوف أقوم بالضغط مباشرة هنا، سوف يقوم بتحويلي إلى الموقع netex.io، وسوف أقوم بالتحويل بين العملات أو بين البنوك الإلكترونية. فقط من أجل للتذكير، فقط بين قوسين من أجل التأكد أن الموقع يعني ذو شعبية كبيرة أو لا، سوف تذهب إلى بار تول بار أليكسا والتأكد من شعبية الموقع فقط، يعني هذه بين قوسين. إذا نعود إلى موقعنا exchangebestexchange.com. إذا الطريقة الأولى للاستفادة من الموقع كما قلنا هي التحويل بين العملات، و يعني ملاحظة أحسن عروض الشركات، أحسن الشركات التي تقدم عروض للتحويل بين العملات. الطريقة الثانية للاستفادة من الموقع هي عن طريق الأفيليت بروجرام. سوف نضغط على الأفيليت بروجرام هنا، ثم نذهب إلى هذا اللينك، follow this link affiliate registration. سوف نقوم بعملية التسجيل بطريقة عادية جدا. follow this link، سوف نقوم بالتسجيل في الموقع. ها هي العروض، سوف تقوم بربح دولارات أو الحصول على دولارات، مبالغ مالية مقابل فقط زيارات من أشخاص آخرين. إذا شخص معين يقوم بزيارة هذا الموقع عن طريق اللينك الخاص بك، سوف يقوم الموقع بدفع من 0.01 إلى 0.09 دولار، إضافة إلى 15% من أرباح العميل أو 5% من أرباح العميل من المستوى الثاني وهكذا. إذا سنقوم مباشرة بالتسجيل. سوف تختار اليوزر نيم، ثم الإيميل، ثم الباسورد، ثم تعود إلى كلمة السر مرة أخرى، ثم تضغط إلى Accept Term and Condition، ثم تضغط على Registration. هكذا بكل بساطة. إذا فقط لمجرد
يعني مجموعة من الأشخاص يقومون بزيارة الموقع عن طريق اللينك الخاص بك، سوف تقوم بربح بسيط وسهل جدا، حتى وإن لم تكن مرتبط بالإنترنت أو تكون مشغول، تدع الأمور يعني تسير لوحدها. المينيموم من أجل السحب الموقع هو 1 دولار فقط، يعني بمجرد حصولك على 1 دولار ستقوم بعملية السحب مباشرة. الموقع موثوق وذو شهرة عالمية، وفي الأيام القادمة إن شاء الله سوف أقدم لكم إثباتات للدفع لهذا الموقع. ربما هذا ما يمكن القول حول موقع باست تشينج، أرجو منكم فقط تجربه. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. من أجل أي سؤال أو استفسار لا تترددوا في طرحه، سأحاول الإجابة عليه في أقل من 24 ساعة إن شاء الله. لا تبخلوا علي بلايك بسيط للفيديو، وإن أعجبكم الشرح لا تنسوا التعليق أو لايك بسيط للفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتكم قناة خبراء الويب الربح من الإنترنت. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.